عاوز اي حاجه من الدنيا غير ان انا اروح ازور بيت الله واعمل عمره واغسل نفسي من ذنوبي كلها. هي المهنه صعبه والمهنه دي رجوله، اكيد الشغل مش عيب يعني. بشتغل صبايع شامي في فرن سياحي، عندي 3 بنات وعندي 40 سنة. شغلي باجي الصبح بنظف الحلة واحط مقاديري مية وسكر وخميرة ودقيق وعجن، وبعد كده بطلع العجين والفه وافرده واخبزه ويطلع عيش زي ده كده. ببدأ يومي من الصبح الساعة 8 كده إن شاء الله، وبخلص بقى آخري 12 واحدة الظهر. بصحي بنتي الكبيرة وباخدها معايا وبننزل الشغل نشتغل ونخلص اللي ورانا ونروح بقى نطبخ ونقعد نشطف ونقعد ناخد بدل من البيت بقى وطلبات البيت والأكل والشرب والولاد. كنت أروح عند إخواتي بس، هو ده يوم. هي المهنة صعبة والمهنة دي رجولة، أنا بشتغلها كمساعدة ونوايا بتسند الزير بدل القعدة. في ناس بيقولوا إيه ده وإشمعنى واحدة بتشتغل فرن وكده، بس معلش اللي بره مش عارف اللي جوه. هل أنت أو أنتي بتتكلموا دول تعرفوا أنا عايشة إزاي ولا ماشية إزاي؟ ولا أنتوا ليه بتنتقدوا يعني؟ مش بنشتغل ونشتغل بعرق جبيننا وبالحلال ولا نمد إيدينا؟ أكيد الشغل مش عيب يعني. انا بشتغل الشغلانه دي عشان بس مناسبه الوقت بتاعي، ولو اي مكان بره واي محل بره مش هينفع، وغير ان بياكل اليوم كله يعني. تشتغل من الساعه 9 الصبح لحد 9 10 بالليل، فين الوقت تشوف فيه بيتك وتشوف فيه ولادك وتشوف اللي وراك؟ عندي 3 بنات، اكبرهم ملك اللي شغاله معايا ثالثه ثانوي، وعندي لقاء ثالثه اعدادي، وعندي كارما سته ابتدائي. والله هم ما اتكلموش لان عارفين الشغل دوت هو دخلنا اكلنا وشربنا وطلباتنا. هيقولوا لي اقعدي فين؟ طب لو قعدنا هنمد ايدينا للناس ومحدش بيساعد حد يعني. بص اقول لك حاجه، ما فيش حاجه اسمها ما فيش شغل، في شغل، وبس اللي عاوز يشتغل. في ناس بيستسهلوا وعاوزين القعده وعاوزين يتفتح لهم ابواب رزق بقى ايا يعني كان بقى، يمدوا ايديهم. عمر الشغل ما كان عيب، العيب ان احنا ناخد طريق غلط، العيب ان احنا نمد ايدينا، العيب ان احنا نحتاج. لكن طول ما انت فيكي صحه عمر ما حد يجبرك على حاجه انت مش عاوزاها، وطول ما فيكي صحه اتك على دراعك واتك على ايدك وسند نفسك بنفسك، اكتر من كده مش هتلاقي. والله بنتحمل الحمد لله رب العالمين، فضل ونعمه من ربنا يعني. ربنا يعين كل واحد على حاله يعني، ربك بيقويك على حاجه متعبه زي دي، وفي ناس كتيره مش مستحملينها بس عشان هي دي مرزقتك، فربنا بيحلها في عينك على قد ما هي متعبه، بس الحمد لله رب العالمين يعني. احنا بنتعب ونشقى اخر يوم القرش اللي احنا بناخده بننسى بيه التعب كله. اتعلمتها من فرن كان شغال كله بنات، كان مدعم اللي هو كان بريال الاول، فكنت انا بحب العيش دوت، فروحت بشتري من هناك على طول، فصاحبت على البنات اللي هناك، عرض عليا الشغل واتعلمته والحمد لله احنا وصلنا للمرحله دي. مش عايزه اولادي يتعلموا الشغلانه دي، انا اتمنى ربنا يصلح لهم الحال ويجعل حظهم احسن من حظي، لا يتعبوا ولا يشقوا في الدنيا زي ما الواحد تعب وشقي، لان انا بتمنى لاولادي احسن حاجه، مش اتمنى لهم الشقه اللي انا شقيانه فيه ده. اتمنى ان انا اقعد في البيت، مش هقول لك مش اتمنى، اتمنى ان انا اقعد في البيت، بس هقعد هل دلوقتي مثلا هيبقى في دخل؟ انا هبقى قاعده في البيت كده هيبقى في دخل؟ اكيد مش هيبقى في دخل. بس انت بتقولي تتمني ايه؟ بقول لك اتمنى ان انا ارتاح، لكن طول ما انا فيها نفس ان شاء الله ربنا يديني الصحه والقوه ان انا اشتغل واكفي ولادي وما اخليهمش محتاجين حاجه من حد وما نتحوكش لحد. عارف نفسي في ايه؟ نفسي اطلع عمره، بتمنى ان انا ازور بيت الله بجد. نفسي انا مش عاوزه اي حاجه من الدنيا غير ان انا اروح ازور بيت الله واعمل عمره واغسل نفسي من ذنوبي كلها.